أسئلة وانتقادات ومطالب عبر عنها التجار الذين حضروا اللقاء التواصلي الذي أقامته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الجمعة بطنجة. عمر مورو رئيس الغرفة ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أكد في كلمة له أن هذا اللقاء هو مناسبة لتوضيح أي لبس لدى التجار والمهنيين فيما يخص المستجدات القانونية الجديدة ذات الصلة. فاليوم هو اليوم التواصلي، خرجنا في اللقاء الأخير مع السيد الوزير، مشكورا السيد وزير التجارة والصناعة والخدمات ووزير المالية مع معية المديرين ديال الجمارك ومدير ديال الضرائب ووالي ديال في الداخلية على 6 نقاط. النقطة الأولى هو بالنسبة لليسيو، بأن الناس اللي عندهم الفورفي ليسيو ما كيعنيهم شيء، ما كيعني غير الشركات اللي عندها المحاسبه، وهاد الشركات اللي عندها محاسبه هي اللي كيخص تكون عندها ليسيو، ما ماشي محق طلب ليسيو اي طرف او لاي كليان ديالها او لاي تاجر بسيط. النقطه الثانيه هو الفاتوره الالكترونيه اليوم خرجت في القانون الماليه، ولكن كاين باش اي قرار كيخرج، يعني اي قانون كيخرج كيخص نص تنظيمي، فاحنا نص تنظيمي وقف حتى اشراك ديال المهنيين ونشوفوا هادشي غنشوفوا ان شاء الله في المناظره في انف ماي، المناظره الوطنيه ديال اصلاح الجبائي، وغنشوفوا هادو كيفاش الطريقه ديال الانزال ديالو، واللي باقي لنا الوقت غيكون هادشي بتشاور مع المهنيين ومع مديريه العمل ديال الضرائب. وإلى جانب ممثل الإدارة الجهوية للضرائب، حضر مراد بوشعرة المدير الجهوي لإدارة الجمارك بطنجة الذي أبدى تفهمه للمخاوف التي عبر عنها التجار، وبسط بوشعرة الإطار القانوني المؤطر لعمل إدارة الجمارك في علاقتها بالتجار ودورها في حماية الاقتصاد الوطني. كل شخص عنده واحد البضاعة تحوز عليها وكيتنقل بها، وطلبت منه إدارة الجمارك يثبت لها بأنها ديالو، يقدر يثبت بالفاتورة، يقدر يثبت بالإيصال، يقدر يثبت بأي وثيقة أخرى. هذه المقتضيات هي مقتضيات جاري بها العمل أكثر من 30 سنة، فما كاينش مقتضيات جديدة اللي جات في هذا القانون المالية كتهم هذه المراقبة ديال البضائع والسلع على الطرقات. فالمسألة اللي كاينة هو أن الإدارة الجمارك من كلها باش تحارب جميع البضائع الأجنبية اللي لم يتم تعشيرها، اللي دخلت بطرق غير قانونية. أما البضائع الأجنبية اللي تدخل بطرق قانونية فهذيك مرحبا بها، لأنها احترمت القوانين الجارية بها العمل، أدت الرسوم واحترمت التشريعات الخاصة من تراخيص ديال وزارة الصحة مثلا أو وزارة الصناعة أو هذا. فالبضائع المهربة هذا هو الدور الأساسي والمحوري اللي كتقوم به إدارة الجمارك في العمل اليومي ديالها. من جهتهم لم يخفي التجار الحاضرون في معرض مداخلاتهم قلقهم من بعض المقتضيات القانونية الأخيرة التي رأوا فيها مسا لنشاطهم التجاري. كنشوف بعض هذيك النص اللي كينافسنا بدون إشارة، اللي كيشبر كيفرش قدامك وكيجي كيس قدامك ليلا ونهارا، وبغيت نعرف بلي أن هذاك الكاميون اللي كيكون ماشي من الصحراء فيه مطيشة ديال الصحراء كيوصل لأكادير كيتهروكا، ولا كان ديال أنطونيو كيدوز. شكون اللي سمح لها السلعة باش تدخل باش تقلبوا عليها نتوما داخل المدينة؟ قلبوا عليها ملي كتغادي تدخل، حبسوها ما تدخلش وهاد الدفعة. حنا ما شريناش سميتو، مشينا لاسبانياج منها ولا مشينا الجزر الكناريه ولا جينا، حنا شرينا في الدار البيضاء، حنا شرينا في وجده، حنا شرينا في فاس، شرينا في مكناس، حنا ما عندناش اشكال ديال شي حاجه اخرى. التاجر راه دائما صالح ديال الوطن ديالو، ودائما تيخدم الوطن ديالو. التجار تيخلصوا الواجبات ديالهم، تيخلصوا ضرائب ديالهم، رقم واحد في المغرب هو التاجر الصغير المتوسط هو اللي تيخلص. وضحوا مكرر حيت حشوها في الماده 145 باش ما تبانش للتاجر، الغاء ديالها ماشي التوقيف ديالها، او ان كاين قوانين منظمه اللي عايشوا على هادشي. هذا هو كل واضح. فكنظن ان التاجر ماشي حيتقصر، وراه كيفهم، وديك سوء الافهام اللي مكتوب في المذكره اننا نطالب بسحبه كما نطالب بالغاء الماده 145 مكرم قانون الماليه ديال 2018
واللي كيشرحوا بالضبط هو الماده 20 والماده 82. فكنظن هذه المذكره هذه هي مذكره غامضه لحد ما، وكتحل حل ترقيعي لهذا المشكل هذا اللي كاين. المشكل باقي قائم ما دامت الماده 145 مكرر انها ما تحيدش وما تلغاتش من القانون الماليه. اللقاء انتهى بالتاكيد على ضروره تعزيز التواصل بين المهنيين والجهات المعنيه حمايه للتجار وتعزيزا لدورهم في عجله الاقتصاد الوطنيه.